تاني بقول للناس علشان خاطر عيون السادة اللي بيصطادوا في الماء العكر. فاكرين الراجل اللي جه من محافظة البحر الأحمر وسلم نفسه وقال أنا اسمي متهم وكل اللي اتقال عليا مش صحيح نظرا لاني انا مريض بالقلب وكل الناس شهدت انه ملوش علاقه بالتنظيمات الارهابيه. هذا الرجل راح النيابه وسرايا النيابه افرجت عنه من سراياها بمجرد هذا التاكد من حديثه، مشوه على طول. بالتالي الدوله مش متربصه، لا قوات الامن بتلفق ولا قوات أمن الوطني بتلفق ولا النيابة العامة بتلفق. الراجل بمجرد ما وضح إنه مش هو المقصود صرفوه. طلع إيه؟ طلع نفس الاسم. ده الرد على الناس اللي بتشكك. علي محمود محمد حسن، اسم الراجل اللي بتاع إنا قيرة شيخات اسمه كده، علي محمود محمد حسن. واسم الراجل اللي من البحر الأحمر علي محمود محمد حسن. تشابه في الأسماء بيحصل كل يوم عشرات المرات بل مئات المرات. لما تم القبض على المدعو علي محمود محمد حسن من البحر الأحمر سلم نفسه وقال مش هم، اتأكدوا وصرفوه. النهاردة تم القبض على المتهم الحقيقي علي محمود محمد حسن، لذا لازم التنويه والتدقيق مع عدم قبول التشكيك أيا كان مصدر المشكل.